أرأينا فيما سلام عليك يا رسول معك مالا يا جد السلالة سلالة يا مجمع كمثالا يا مجمع. يا سيدي يا رسول الله إن قد جاءوا في ذنبي يا استغفرون الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صدر التمام صلواتنا نبي والسلام وهو خير الألام بدر التمام على النبي والسلام وهو خير يا طبيبي صلواتي على النبي والسلام وهو خير السلام عليك خير الأنام بدر التمام السلام عليك آمين صلواتي على النبي والسلام علم صحابته دكي تيري بلو أشرف الخلق وفاتن دلمي ما زجت دمع جرى من مقلة بدمي أمهمي لولا الهوى لم تريف تنكر حبا بعيد فرب مخمسة شر من التخم الله مولاي يسر
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وشد سائس جوعي ومن شبعي فرب مخمسة شرب من التخم. واستغفر غيد معمي عيني قد امتلأ من المحارم والزم حمية الندم. وخالف النفس والشيطان وعصفهما وإنهما محلا كاللصق فاتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أستغفر الله بي قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمي. أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي. ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكتك دماغ النور من ورمي. وشد من سغاب أغشاءه وطوى تحت الحجارات كشعا مترف الأدم. ورابدته الجبال شنب من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي. وأكدت زهده رورته إن الله رورة لا تعدو أهل العصام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل
كيف تدعو إلى دنيا ضرورتما؟ لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين والسكلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير ناهف لا على حبيبك خير الخلق كلهم. إيه ميري مولا 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 مولا. إيه ميري مولا مولا مولا. هو الحبيب الذي جاء شفاعته لكل حول من الله والمقتهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبله غير منفصلين. فكالنبيين في خلق وفي خلق. فكالنبيين في خلق وفي خلق. ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البهر أو رشفا من الديم. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. وهو الذي تم معناه وسورته ثم استفاه حبيبا بارئ النسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله عارفا الله يا منجي أنجي يا حبيب الله. الله الله عارفا الله يا منجي أنجي يا حبيب الله. يا عارف الله يا غارف الله عارفا الله يا نبي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
نزه عن شهري كم في محاسنه فجوهر الاصنيف هي غير منقسم نعم داءته الناس رافي نبيهم واهكم بما شئت ما فيه واهتكم فانصب إلى ذاته ما شعت بشرفي وانصب إلى كدره ما شئت من إظمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب أن هناتكم بفهمي لو نسبت قدره آياته إلى ما أهي اسمه هنا عدار سر مهمي لم يمتهن بما تغيى الكل به حرصا علينا فلا نرتب ولم نهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم البهر فهموا ما نهى فليس يرى للقرب والبعد فيه غير مفاهيم كشمس تظهر للعينين من بعده صغيرة وهتك للطرف من أمامي وكيف يدرك في دنيا حقيقته كم لي متسى لو أنه بالحلم مولاي صلي بأسا دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى رسل الكرام بها فإنما اتسلى من نوره بهم فإنه الشمس فلهم كواكبها يظهرنا ألبارها للناس في الظلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بخلق النبي إنسانه خلق بالحسن مشتملين بالبشر متسمين كالزهر في طرفين والبدر في شرفي الله الله والبدر في كرمي والدهر في حممي كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما اللؤلؤ مكنون في صدفي من معدني منطقي
منه ومبتسم لطيب يعدي الطور من لما أهضمه طوبى لمن تشكي منه وملتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خاي للخلق كلهم. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ അൽഹാദി മദനി തങ്ങൾ ഉജിർ അവർ നമ്മുടെ വേദിയിൽ വരുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. അക്രമ ബൈത്ത് ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. يا أكرم الخلق ما لمن لذ به سواك عند حلا للحديث العميم ولن يضيق رسول الله جهك بي إذا الكريم تهى لا باسم منتقم فإلا من جودك دنيا وضرتها ومن علومك واللوح والقلم مولايا مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلة العظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم لو على رحمة ترى بحين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وإذا لصاب صلاة منك دائمة على النبي بملهل ومنسجم والآل وصحب ثم التابعين لهم أهل التقى واللقى والحلم والكرم نور اللحات عذبات الباني ريح صوابا وأتراب الإساحات العز بالنظام مولاي صلي وسلم دائما الأبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضي الله على أبي بكر وعلى عمر وعلى علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أرمب بوايا مطين بيود حضرات الجنيتا ننجلك توفيق يغالا أرمب بوايا مطين بيود حضرات الجنيتا ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് വഹല്ലിൽ ഖുബ്ബത്തിൽ ഖളറായി ഖുബ്ബത്തെ സയ്യിദുൽ കൗനൈനി അഫ്ളല ഖുറത്തുൽ ഐനൈനി ആരംഭ പോയ മുത്തൈൻ നബിയുടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നേത്ത ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ല طه وياسين وحميم نبينا أنس الغريبين أبي الله مولى الصالحين صلي وسلم عليه يا ربنا أزكى صلاة الله أدوم نحمد يا الله أرم ببوايا മുത്തനബിയോടെ ഹളറത്തിൽ ചെന്നേത്ത ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകല്ല നർജു സഅദാതി മഹ്വ ശഖവതി യാ ഖൈറ റസൂലില്ലാ അലൈക ദൈമ സല്ലല്ലാ ആരിയ റബ്ബന റബ്ബൽ ആലമീന സിദ്ദല ربنا إليه يا ربنا أتينا أرم ببوايا متين بيود حضرات الجنة ننجلك توفيق يغلا يا ولي يا الحسناتي يا رفيع الدار رجاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا عني ذنوبي واغفر لي سيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مكة ديجا رسولي പോതിങ്കൾ നബിയെ ഹബീബേ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റബ്ബനാർ ഹംനാ ജമീഅ ലിജമീ صالحاتي صلى الله على محمد
sallallahu alayhi wa sallam. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.